انت لازم تصبري عليه شوي. يعني اذا انت ما صبرتي عليه مين بده يصبر؟ انا من جهتي صابره عليه وما عندي اي مشكله، مستعده انطرك 10 سنين كمان، بس المشكله اهلي، اهلي ما عاد عندهم استعداد ينتظروا ولا لحظه. بعدين هن معهم حق، يعني هي صرنا 3 سنين مخطوبين وانت ما تحركت ولا حركه. ها هلا 3 سنين برايك كثير؟ انا بعرف عالم صاروا مخطوبين 5 سنين و6 سنين. شرفي هلا شو بدنا بغيرنا؟ نحن علينا من حالنا. بعدين انت وعدت اهلي لما خطبتني انه خلال سنتين تامن كل شيء، مزبوط ولا لا؟ شو بيعرفني؟ هيك كنت حاسب حسابي. كنت مفكر انه بهالسنتين بجهز الغرفتين اللي عنا بالبيت وبملي قرشين مصاريف جوازي. ما زبطت معي. شو بعمل يعني؟ شوفت عينك وين ما عم روح بتنسد بخلقتي. ما بعرف، بدك تدبر حالك. بعدين بصراحه اهلي عم يسمعوني على عريس جديد. عريس جديد؟ وانا انا نوها وين رحت؟ طول بالك نزار، انا ما عم اقول لك هيك مشان تعصب وتهز بدنك، انا عم حطك بصوره بس مشان تتلحلح شوي. شلون يعني بدي تلحلح شوي؟ شلون هي مشكلتك مو مشكلتي. لا يا انسى، هي مشكلتنا احنا اثنين والمفروض اصلا يكون موقفي غير هيك. شلون بقى؟ ما بعرف شلون بقى. على الاقل توقفي جنبي وتروحي تشرحي لاهلك ظروفي الصعبه. انا من هالناحيه ما عم قصر، حكيت كثير وقليل بس ما لقيت نتيجه. لا حول ولا قوه الا بالله. طب انا شو اعمل بحالي؟ نوها انت بتعرفي اني انا صار لي 6 شهور بلا شغل، لك مع انه مصلحتي كانت تقص العمله قص. انت بتعرفي منيح اني انا اشطر كهربجي بالحاره، بس لا في حظ ولا في شغل، ما حدا عم يقول لي محل الكحل بعينك. طيب ليش ما بتشتغل شغل تاني؟ ليش ما بتتحرك؟ مو احسن ما تضلك قاعد وحاطط ايدك على خدك وناطر ليجي الشغل لعندك؟ ماشي الحال، لنشوف الله شو رح يخلق معي. المهم هلا انت نوها هدي لي حالك شوي واحكي لك مع اهلك كلمتين، اعطوني فرصه بركي الله بيفرج علي. ان شاء الله. شو امي؟ طمنيني، قلتي له مثل ما فهمتك؟ قلت له. وشو قال لك؟ شو بده يقول يعني؟ شلون شو بده يقول يعني؟ ان شاء الله ضل ساكت وما فتحت امه وما حكى ولا كلمه؟ لا حكى. شو قال لك؟ قال اعطوني فرصه ثانيه وهو رح يدبر اموره. لو اريدت فرص ان شاء الله، كم فرصه بدنا نعطيه؟ لكن يا عمي شو على باله؟ يلي ايديه بالمي مو مثل اللي ايديه بالنار. هو قاعد ببيت اهله ومريح حاله ورابط لبنات العالم. يا ماما نحن كمان لازم نقدر ظروفه، طب من وين بده يجيب؟ والله إذا مو عرفان منين بده يجيب، كان من الأصل لا يتفاصح ويخطب بنات العالم. حلو، هاد اللي كان ناقصني والله. خير خير، ليه صوتكم طالع؟ تعرف مع بنتك شو عم تتفضل تحكي؟ قال بالأخير طلع الحق علينا تاري، لازم كنا نراعي ظروفه لنزار فندي. دخليك؟ وهو ليش ما بيراعي ظروفك يلي صار له خاطبك 3 سنين وناعك ببيت اهلك مثل مخلال وبالوعد يا كمون؟ هلا طولوا بالكم شوي، ليش ضايجين؟ شوفي امك معها حق، يعني الزلمه صار له خاطبك 3 سنين ولحد هلا ما تحرك ولا خطوه ايجابيه، والمفروض بقى يحس على دمه، يعني يا اما يترك يا اما يتحرك. صدقني يا بابا حكيت معه هالحكي. عظيم، وشو جاوبك؟ طلب نعطيه فرصه ثانيه. يا ستي مو مشكلة، نعطيه فرصة بس مو أكتر من شهر واحد، وساعتها لكل حادث حديث. شو أمرتوا نزار أفندي؟ والله ما في غير نبيع المحل. وشلون طلع معك هذا الحل التاريخي؟ يا بي أنت بتعرف منيح إنه المحل ما عم يشتغل، ما عم يستفيد منه بنو، ومجمدين حقه على الفاضي. وشو بدك تعمل بحقه ما شاء الله عنك؟ والله عم فكر بشتري لي ميكرو اشتغل فيه على شيخه. ايه والله فكرة حلوة، ونزار معه شهادة عمومي. ها؟ وانت الثانية صفيتي مع ابنك؟ ليش لا؟ ما أنا عم يحكي شي غلط. هلا كل الغلط اللي حكاه مو غلط؟ شوفي ام نزار، أنا مستحيل بيعه ولا بشكل. ليش؟ لأني عم بشتغل فيه ومالي مستعد أقعد بالبيت بلا شغل وفرط بالمحل بلا طعمة. بس يا بابا يعني المحل مو جايب همه، ما في مرابح بنوب. ولو، المهم عندي شغل روح واجي عليه، بعدين أنت شو دخلك؟ بس بكره الله ياخذ امانته، بيعوا البيت والمحل وتصرفوا مثل ما بدكم، اما هلا بيع المحل على حياه عيني، والله الله ما قالها. بعيد الشر عن قلبك، ليش هيك عم تحكي؟ لانه السيد نزار ما دعت عينه غير على المحل، وبده يحل كل مشاكله على حسابي انا. يا بابا والله مو هيك القصد، بس انا كمان مسدوده بوشي. لك والله العظيم عم بدور على شغل ثاني. ادور مين ماسكك، المهم بعد عني وعن المحل الله يرضى عليك. يا بي الشغله الثانيه بدها راس مال. وانا شوفت عينك لا وراي ولا قدامي. ولك يا بابا انت لساتك شاب اول عمرك، وبكره بتلاقي 100 حل وحل. ما بدي 100،
ولك مشان الله فهموا علي، بدي حل واحد بس، بس حل واحد. شرك طيب شرك. لك فوت شباب. ليه نزاول؟ ليه نعيم؟ عود. عود هو؟ ايه يا عمك. اهلا وسهلا استاذ نعيم. اهلين ابو العز. ايه سيدي؟ نحن اليوم عازمين رفيقنا نزار وبالضغط بيضنا وشنا قدامه. فكرة معينة، بتحب الناس الغدا دغري؟ ايه ما في مانع، بس مثل العادة ها، غدرت وصاية. على عيني وراسي. شو يعني مثل العادة؟ انت وياه كم مرة بالشهر تجوا لهون؟ اسمع نعيم اسمع شو عم بيقول، قال كم مرة بالشهر بنتغدى هون؟ لك حبيبي، نحن إذا مو كل يوم نجي بنتغدى هون ما بيمشي الحال. نعم. لك شي مكلف كتير يا. يا سيدي عمره ما حدا يرد، ما حدا اخذ معه شيء، بقى خلينا ننبسط ونعيش ونفرفش على كيفنا. ليش شو في الدنيا غير البسط؟ اخي بدي اسالكم سؤال، يعني نحن رفقات وما رح تحسسوا مني. ولو سؤال على كيفك يا طيب. هلا يعني مصلحة تركيب الدشات ماشية وشغالة لهالدرجة؟ منين ماشية يا حسرة؟ صدقني إذا بقول لك إنه ما عادت جابت همها. اصلا هي صفيانه شغلة اللي ماله شغله. لكن منين كل هالعز والنعيم اللي عايشين فيه؟ يعني عدم المؤاخذه، سياره هجره ومصاري وغدك اليوم بمحل، من اين لكم هذا؟ اخي نحن بصراحه عنا شغل تاني وما لنا معتمدين على مصلحه تركيب الدشات وبس. لك اخي ها هيك حكي انت وياه من زمان. ايه يسلموا يا ابو العز، يسلموا هالديات هيك ها. يسلموا ليك. حط لك حط. تعال عندي. وصلنا باللحمات. امرك نعيم بيك. ما شاء الله نعيم بيك. ومن اين بصرت انت وياه بكوات؟ ايه شرف يا طيب شرف، مد ايدك على الاكل وحاجه تلهينا بقى. اخي هلا انتوا الاثنين شو عم تشتغلوا؟ شو عم نشتغل يعني اعمال حره؟ يا لطيف اعمال حره. وشو الاعمال الحره بقى؟ هلا ضروري انت تعرف كل شيء. اخي مو انتوا اثنين رفقاتي بدكم تقولوا لي ما تكسبوا علي؟ يعني شو بتستفيد اذا عرفت؟ لك يا اخي بركي بدوبني من الطيب نصيب. لك هلا انا شغلي واقف وعم دور على شغل جديد، واكيد انت وياه ما رح تتخلوا عني. مزبوط، بس بجوز شغلنا ما يرضيك. لا سيدي بيرضيني، انا زلمه مستعد اشتغل شو ما كان. شو ما كان؟ ايه ايه نعم شو ما كان. حتى لو كان الشغل مو نظيف؟ ما فهمت عليك، يعني من انو ناحيه؟ يعني احتمال يكون في شويه حرام. شوف اذا شويه معلش ها، انا ما عاد فرقت معي بنوب. المهم هلا عندي اني ضب لي كم قرش وتجوز فيه يعني واخلص من الشنطه. شو نعيم؟ خيو مو مشكله فهمه، نزار يضل واحد منا وفينا. شوف يا طيب نحن بصراحه عم نضرب بيوت. شو يعني عم تضربوا بيوت؟ يعني ندخل على البيت بغياب اصحابه ناخذ اللي فيهم نصيب ويا دار ما دخل. يخرب بيت قلبك يعني سرقوه؟ خرب بيت قلبك، وطي صوتك، فضحتنا. لك والله العظيم كل شيء توقعته منكم انتم الجوز الا هالشغله. ايش بقى هالشغله؟ مصلحه مثلها مثل غيرها، فيها حرق اعصاب وتعب وسهر وتقصير عمر وكل شيء فيها. ايه طيب يعني بس تعب عن تعب بيفرق. هلا شو بدنا بكل هالعي؟ انت شو رايك؟ بشو؟ يعني لساتك ناوي تشتغل معنا؟ حرامي؟ لك شبك لسه بتعيدها، وطي صوتك فضحتنا. لك العمى بعينك العمى، قسما بالله بالشلة قدبها. خيو انت لا تمد ايدك ولا تسرق، نحن الانتاج علينا وانت عليك التصريف. شلون يعني؟ ايوه يعني انت بتصرف البضاعة المسروقة ونحن بنحسب لك على كل قطعة بتبيعها نسبة محترمة. نسبة محترمة؟ ايه. وانت كهربجي، يعني اذا بعت قطع كهربائية مستعملة ما حدا رح ينتبه. شو رأيك؟ يعني قطع كهربائي مسجلات وفيديو. لك ايه 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 اخي خلينا ناكل هلا، خلاص تركوني فكر. صب اعطيني لا تعطيني. خلص نوا ولا يهمك، اموري كلها رح تنفرج عن قريب. شلون؟ لقيت شغل جديد ومردوده ممتاز، بقى قولي لاهلك يطمنوا ولا ياكلوا هم. الله يسمع منك. وشو هالشغل الجديد بقى؟ تركيب دشات. عملت ورشة أنا ورفقاتي لتركيب الدشات ورصحهم. إيه بس أنت من أمتى كنت تفهم بهالشغلة؟ نو هالشغلة مو صعبة. يعني أنا هلا عم بشتغل مع رفقاتي بتجارة الريسيفرات والإبر والتلفزيونات. يعني
بدي شوي شوي بتصير ايدي خفيفة. قصدي يعني بدي قلك انه ايدي بتاخد على المصلحة وبتعلمها مزبوط. حلو كتير، وان شاء الله فيها مصاري منيح. ايه 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 فيها بإذن الله فيها. يا عيني عليك، هلأ طمنتني. شو رأيك هلأ بكيس بوشار؟ حلوان الشغل الجديد. بالله هلأ بدك تمرق لي اياها بكيس بوشار؟ والله ما برضى إلا بكاستين بوزة. ايه مو تكرم عينيك، قومي يلا. قومي نشتري بوزة. نعيم نعيم. ايه بيت الجملة ما فيه حدا، اصحابه مسافرين بالخليج. بالله هذا عز الطلب، منفوت ومنطلع وما حدا بحس علينا. بس كيف بدنا ندخل؟ شلون كيف؟ مننط على جنينة على شباك المطبخ. قلك المسا بنقعد نرسم الخطة، سمعني هلا. شو شباب؟ شو صار معكم؟ كل خير كل خير أخي. شو بدي قلك؟ أمر أسترا بدك إياه؟ معلوم طبعا بدي إياه. إيه ماشي، أصبح عادل بالله هود الصحن شوي لفوق. لفوق وعلى اليمين، إيه. لحظة شوي. زبط؟ كمان على اليمين. ماشي الحال، إذا عزتوا شيء أنا جوا. مرحبا حبيبي. أهلا يا عم. الشباب اللي عم يرتبوا لكم الستلايت. إيه لكم عمي. شكرا. أهلا. لك هي نزار. شو عرفوا إنه نحن هون؟ أنا قلت له. مرحبا شباب. أيه زوز. أيه طيب. نعيم. شلونه؟ شو الشغل؟ ممتاز بياخد لعل. تعال لك اليوم صرفت واحد ديجيتال وواحد عادي. وفي زبون وصاني على تلفزيون 25 بوصة. منيح. حواليكم شيء؟ هلا لا، بس بهالكم يوم عنا صفقة جديدة، بلكي منلاقي له طلبه. خيو صفقة جديدة، صفقة قديمة ما بعرف، المهم تدبروا لنا واحد لأنه وعدنا الزبون يعني ما حلو ابنه. لك يا حبيبي شو الشغلة بإيدنا؟ نحن إذا طلع بوشنا تلفزيون 25 بوصة ننتع لك يا. هلا أنت ادعينا وما عليك. لك الله يوفقكم يا رب. امين. عادل ثبت ثبت فقابه. لاط. يا والله دعواتك مستجابه يا ابو الزوزه. مشان تعرف اني مو قليل عند ربي بنوت. اخي فهم علي، انا بجيب لك السوزوكيه بصفها على حيط الجنينه. ايه؟ انت بتنط لجوات الجنينه وبتنشر حديد شباك المطبخ. بكون عم راقب لك الطريق يمين ويسار. اول ما احس على حركه هيك او هيك دغري بضوي لك بالضو ومنفركها. حلو. وانا متى ما انفتح معي الشباك بعطيك اشارتين بالبيل مشان تلحقني لجوا. عظيم كتير. هيك مندخل ومنقش اللي فيهم نصيب ومنحمل بالسوزوكي ويا دار ما دخلت شر. قولك شغلتنا بسيطة يا زلمة، ما بتصور تاخد أكتر من أبو ساعد زمان. المهم إمتى التنفيذ؟ بكرة الساعة 2 بالليل، فجهز لي حالة وقوي لي أعصابك. أنا دايما جاهز وقوي ومستني ساعة الصفر. إيه عبال ما نزار تاخد إجره على هالشغلة ويشترك معنا. إيه والله آمين يا رب. والله دايم الدوم بدعيله من جوات قلبي. والله خطيب بيستاهل. ايه دخيلك شو قلبك طيب. شايل بجنينة بيت الأرناؤوطي. ايه وشو يعني؟ شلون شو يعني؟ هدول الجماعة مسافرين بالخليج، البيت فاضي ما في حدا، معناتها هدول حرامية ما في كلام. يا لطيف شو خيالك واسع، كله من هالأفلام البوليسية اللي عم تشوفها بنصاص الليالي. لك أنو أفلام هاي؟ عم قلك ضو عم يطلع من قلب البيت. هلا إذا كان طلع ضو صغير ببيت بيكون في حرامية. لك هاد شو بده يكون يعني؟ أنا رح خبر الشرطة. لك شو بدك بوجعة هالراس؟ بعدين ما طلعت القصة ما لها أساس، شو رح يكون موقفك؟ احتياط واجب يا مرة، مالي خسران شيء.
الو مرحبا، مخفر الشرطة؟ يعطيكم العافية. إذا سمحت بدي بلغ عن بيت عم ينسرق. العنوان شارع المدحلة. شلون؟ متابع لكم. طيب عدم المؤاخذة، أعطيني رقم قسم المدحلة إذا ممكن. شكرا أخي. شكرا. مرحبا أخي، بدي بلغ عن بيت عم ينسرق. وين العنوان؟ طيب لحظة نسجل. وين القلم؟ وهي القلم. ألو، وين قلت لي العنوان؟ أيوة نعم. أيوة. طيب شو عرفك من البيت عم ينسرق؟ ها؟ شوف الضوء جوات البيت؟ وشو الغريب بالموضوع؟ عم اقول لك اهل البيت مو هون بالخليج. طيب بلكي اعطين مفتاح لحدا من قرايبينهم. ايه شو بده يجيب هالحدا على البيت الساعه 2 بالليل؟ الشغله اكيد فيها إنا. شوف يا اخ، اذا مالك متاكد انه فيها إنا، الله يرضى عليك لا تسجنا. الشباب نايمين وما في داعي يفيقوا نسجن. لا يا سيدي انا متاكد. طيب ماشي الحال، اعطيني اسمك وعنوانك ورقم هويتك. ايوه طيب. طيب شكرا يا اخ، يعطيك العافيه، مع السلامه. يا نورس، نورس امرك سيدي. روح فيق الشباب بسرعه، نطلع دوبيه. يلا بسرعه للشغل. حاضر سيدي. يلا بسرعه، خلينا نزق الاغراض للسياره قبل ما حدا ينتبه علينا. يلا يلا، شو عم ساوي انا؟ خلصني يلا. طلع الضوء مرة تانية، شفتي؟ منين بده يطلع الضوء؟ إذا ما في حرامية منين؟ طيب وين الشرطة؟ مو أنت خبرته؟ بلا خبرته، شو صارين الساعة عم خبرهم؟ بس ما حلهم يصلوا. صح صح. يلا بسرعة بسرعة. شرطي؟ شو صار معك؟ شو بعرفني؟ لك شرطة، شو هالصوت ذيل؟ عندك تمياه واحد تمياه، لا كله فوق فوق. عمرس 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 عمرس. شفتي شلون؟ مكمشت العصابة، لولاي أنا ما كانوا مكمشوا. بس مشان الله مفيد لا تحكي هالحكي قدام حدا. إيه؟ بركي طلع لهم شركاء، لك بيجوا بينتقموا منا. هون حفرنا وهون طمرنا، مثل ما عم أقول لك، فهمت؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، كل شيء توقعته إلا يطلع هالشيء من نزار، هذا اللي ما كنت حاسب حسابه أبداً. أنا ماني مصدقة هالحكي أبداً. ابني نزار ما دخله، ابني وبعرفه، بعمره ما مد إيده على الحرام. ما دخله؟ شلون ما دخلوا؟ وهو اللي اعترف بعظمة لسانه انه كان يصرف له البضاعة المسروقة. اكيد رفقاته ضحكوا عليه. طبعا اكيد، لانه نزار سمعت رفقاته مو يحبنوه، ويا ما قلنا له يبعد عنه، بس ما كان يسمع. يا فضيحتنا قدام اهل الحارة، بكره اذا طلع الخبر رح يصير على كل لسان. وكيف بده يطلع؟ اذا نحن ما حكينا ما حدا رح يدرى. طيب اذا سالونا الناس عن اخوكي، شو بدنا نقول لهم؟ بنقول انه مو